كتير بيسألوا شو هدفي في الحياة، ليش أنا موجود، شو هو رسالتي في الحياة، وكتير بيفكروا أني أنا لازم أضلني أسوي حاجات صح عشان أعرف رسالتي في الحياة. مع العلم أغلب الناس اللي بتعرف رسالتها في الحياة بتكون اختارت خيارات غلط. فدائما الرسالة من الحياة بتيجي من أول، أغلب الأحيان بتيجي من قرارات غلط، لأني كل ما تعلمت وعملت غلط وتعلمت من ذاتي وطورتها، كل ما أنا بديت أعرف الهدف الأسمى، بديت أعرف ليش هذه الروح دخلت في هذا الجسد وعندها هاي الرسالة. ما بقدر أعرف الرسالة تبعتي طول ما أنا قاعد بعمل كل شيء بيرفكت، لازم أغلط في أماكن عشان أعرف أنا شو بسوي. وطول ما أنا بغلط وطول ما أنا بعمل صح، طول ما أنا بتعلم، معرفتي لذاتي هي رسالتي في هذه الحياة، ومن معرفتي لذاتي حقدر أعرف شو هو هدف الأسماء.